والصبر أيضا باستقراء النصوص كما يقول أهل العلم على ثلاثة مراتب، صبر على طاعة الله على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله أن تصبر على كل طاعة أمرك الله بها، ولذلك ذكر هنا الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وصبر عن معصية الله، تصبر عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، الأقدار ما يتعرض له الإنسان من الابتلاءات، هذا أحد أنواع الصبر. أغلب الناس يصبرون على ماذا؟ ها؟ أغلب الناس يصبرون على الطاعة، لكن المعصية قليل ما هم، والابتلاءات قليل 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 ما هم. ولذلك الصبر هذه أقسام: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على بلية.